اتمنى التوفيق في كل العاب الصالات، ويكون عندنا نموذج النادي الاهلي زي ما في كره القدم وفي كره الطايره، نتمنى يكون في كره اليد وكره السله، لان بالتاكيد قلنا قبل كده ان الالعاب دي سهل جدا جدا تتميز فيها وتتفوق فيها وتكون رقم واحد فيها. نروح بقى للدوري المصري، وما ينفعش طبعا نعدي فقره في الصندوق. كان عندنا ثقه شديده جدا ان النادي الاهلي في اي موسم كروي لو بدانا نحط صندوق جنبنا ونشوف الاخطاء التحكيميه اللي بتضر النادي الاهلي وبيستفيد منها المنافسين هتكون في صالحنا، واحنا على هذا الاساس تحملنا المسؤوليه من البدايه وقلنا هنعمل في الصندوق لاي خطا تحكيمي. نادي الزمالك برغم انه بينهزم امام انبي، ولكن ركله جزاء واضحه غير واضحه وصريحه سبع الحكم خطا، يعني ركله جزاء لا في لمس ولا في شد ولا في دفع ولا في اي حاجه، ولكن كان للصباحي وحامل الرايه راي اخر. تعالوا نشوف ركله الجزاء ونرجع نعقب عليها. والله العظيم الكابتن احمد الشناوي ما مصدق انها ركله جزاء. الكابتن احمد الشناوي بيقول هو اكيد يكون في تلامس، هو اكيد الحامل الرايه شاف حاجه، بيتوقع الكابتن احمد الشناوي. لكن ما علينا، خلينا نتكلم ونفكركم بالصندوق. الاسبوع الاول الزمالك والاتحاد في ضربه جزاء، الحكم امين عمر في الدقائق الاخيره فيها شك لمسة يد على محمود علاء. قلنا عندنا أخطاء، أخطاء مؤثرة وأخطاء اتفق عليها الجميع. بما أن الخطأ ده لم يتفق عليه الجميع فجنبناه، ولكن بس حبينا نشير ليه. لكن في خطأ اتفق عليه الجميع وهو مباراة الزمالك والمقصة وعدم احتساب ركلتين جزاء لصالح فريق المقصة. الحكم محمد عادل والمباراة انتهت 1-0، خد الزمالك 3 نقاط غير مستحقة. أدي 3 نقاط اتفق عليهم الجميع. مباراة الزمالك والمقاولين ركنية ما هياش ركنية أصلا، اتسببت في احراز هدف للزمالك وفاز الزمالك على المقاولين 2-1، وكان الحكم محمود البنا واستفاد الزمالك بنقطتين وكده 5 نقاط في الصندوق. طيب بالنسبه في مباراه ثانيه بقى كان فيها شبهه لمسه يد واضحه على عمر السعيد داخل منطقه جزاء اف سي مصر، المباراه انتهت بالتعادل 1-1، وكان الحكم طارق مجدي، والمفروض القانون الجديد ان اي لمسه يد على المهاجم داخل صندوق الخصم تتحسب لمسه يد، لكن عشان كان في وقت ضايع الحكم مشى اللعبه، ولكن ده خطا غير مؤثر. زي بالظبط خطا الزمالك وانبي، ما هو خطا غير مؤثر احتساب، لكن في احداث مباراه كان ممكن المباراه تطلع تعادل لان انبي احرز الهدف في الدقائق الاخيره، لكن لو كانت المباراه خرجت تعادل اكيد كان الزمالك استفاد بنقطه. وهنا هيشدني لنقطة دايما بيطرحها جماهير نادي الزمالك، هو انت ازاي بتتكلم عن ان الزمالك بيستفيد تحكيميا مع اني مش بحقق بطولات؟ ماتش امبي ده بيقول لك ازاي بتستفيد تحكيميا، الخطا بيجي لك وما بتقدرش تحافظ عليه، والمنافس برغم الحكم ما حسب لك ركله جزاء الا انه فاز عليك برغم انه كان متزايل الدوري. اعتقد كده معانا في الصندوق 5 نقاط غير شويه اخطاء تحكيميه ما قدرتش تستفيد بيهم. وعلى الجانب الاخر يا احمد، في برضه فريق اخر كان له استفادة من التحكيم، لأن الموضوع مش مقتصر بس على الزمالك، اللي مش من الطبيعي أبدا أن كل مباراة ليه خطأ زي ما أحمد سرد معاكو، لأن ده مش منطقي ومش مفهوم. وأعتقد تقنية الفار هتخلي الزمالك يبدأ يفكر فعلا في المنطقة الدافئة كطموح مهم جدا. ولكن حتى بيراميدز أحمد في مباراته مع أسوان لمسة يد على مدافع بيراميدز لم تحتسب. محمد فاروق الهدف اللي سجله في دفعة واضحة جدا في اتفاق عليها من جون أنتوي للمدافع بتاع بيراميدز، وسجل محمد فاروق الهدف. أيضا بيراميدز كان ليه أخطاء، يبدو أن احنا محتاجين يبقى في صناديق كتير جدا لكل الفرق، لأن بنرجع نرد بعد كده على مؤامرات. ولكن الغريب جدا في كلام كابتن أحمد الشناوي أن هو بدأ يفسر أن الموضوع خيالي، أنا مش لاقي له تفسير. فموضوع كده بالنية، يعني هي ضربة جزاء بالإيحاء، هو حاسس أن هي ضربة جزاء ليه؟ أنا ما شفتش أي شرح منطقي. الحكم نفسه كان له تعليق مهم جدا مع موقع الكابتن، قال فيه المساعد ورطني في احتساب ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك أمام إنبي. كمان الصورة اللي بتوضح لكابتن رامي صبري وهو ونجم واقع في الأرض، كان رامي صبري بيبص لأنجم ونجم بيشاور على التيشيرت ان هو مشدود. كابتن اهو ونجم بيشاور في الصوره ان هو مشدود. ما هو نجم مش عارف اصلا هو اتحسبت ركله الجزاء ليه، هو مش عارف، وكابتن احمد الشناوي في الاستوديو عرف وقال اسباب، ونجم نفسه ما كانش بيفترض ان كابتن احمد الشناوي هيقول له الاسباب دي. ولكن محتاجين نقف مع فيديو مهم جدا لكابتن احمد الشناوي يفهمنا طريقه تفكيره فيما يخص الحالات التحكيميه. نطلع للفيديو ونعقب عليه. بالعافيه
بيدور على اي حاجه يبرر بيها ان ركله الجزاء صحيحه. هنا بالعكس، ده هو مش بيفترض حسن النيه، ده بيدور على اي مبرر يتشاب بيه ان ضربه الجزاء صحيحه. ولكن كلمه خطيره جدا جدا جدا، جوه غير بره، الراي اللي اتقال قبل الهوا مختلف تماما عن اللي تال على الهوا. ومن مهنيه كابتن شوبير وامانته وصدقه مع نفسه كان عنده تعقيب مهم جدا، ان ما ده ما كانش نفس الراي اللي اتقال قبل الهوا. موقف غريب قوي يا احمد. لا، ده هو الكابتن احمد شناوي اصلا على الهوا قال في البدايه انها ما تستاهلش انها تحسب ركله جزاء، ثم قال خلاص تتحسب ركله جزاء. الكابتن احمد الشناوي واضح ان هو ما كانش مقتنع، وعشان ما كانش مقتنع سال الضيوف: انتم مقتنعين باللي انا بقوله ولا لا؟ لو كان مقتنع اكيد ما كانش سال. لكن نرجع لتصريح الحكم اللي قال حامل الراي هو اللي ورطني في ركله الترجيح، لان اعتقد الحكم محمد الصباحي له تاريخ من الاخطاء التحكيميه اللي دايما كانت تصب في صالح نادي الزمالك. تعالوا نشوفها ونرجع، حته من كتفه وحته من ايده. الحقيقه كابتن خالد، يا ركله جزاء، واعتقد دي سلسله اخطاء في المباراه الاخيره بس لمحمد الصباحي مع نادي الزمالك. والحقيقه انا ما كنتش قادر افهم يعني ايه حكم بيحسب لك ركله جزاء ما هي صحيحه وتطلع تنتقد الحكم. الارهاب الفكري على الحكام ما زال مستمر، واحنا ما زلنا رد فعل وبنحافظ جدا على التحكيم، لكن بنطالب بحقوقنا كامله. وصندوقنا معانا مكمل لغايه نهايه الموسم، اللي هيتملي قبل نهايه الدور الاول اخطاء تحكيميه لصالح الزمالك. دي كانت اخر فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع على فقره مهمه جدا، فقره ريمونتادا. اوعى تروح في اي حته.